عندنا برضو في اطار برضو الفن في لقطه لفتت نظرنا واحنا بنبص على الترند على اليوتيوب. بصينا لقينا الترند رقم واحد اغنيه راب. راب دي اللي حكينا عنها امبارح. دي لا مروان بابلو. هو برضو مروان بابلو ده بتاع امبارح. مروان بابلو كان ترند امبارح ليه؟ لان هو في كلام عودته. تمام. لكن مروان موسى وابي يوسف الاثنين دول مغني راب. هو رقم واحد ورقم اتنين دلوقتي. يمكن الارقام اتحدثت كمان دلوقتي. احنا بنتكلم على مليون الاغنيه بتاعت مروان موسى وابي يوسف. الاغنيه بتاعت دلوقتي وصلت حوالي نص مليون. وقالوا ان اغنيه مروان موسى كان بيهاجم فيها ابي يوسف. بيعمل دس. انا مش هكذب عليك، انا سمعت الاغنيتين وما حسيتش ان انا فاهم حاجه، فقلت اروح على تويتر وقلت اسال اشوف مين بيعمل بيتكلم. وسالت فسالت المجموعه من بصيت لقيت واحد كاتب ايه، حد على تويتر اسمه محمد خالد بيقول مارو اللي هو مروان مروان نزل بدس. طبعا هو عشان يعني احتاج ترجمه. أيوه. ماشي. وابيو نزل بتراك وبابلو رجع وياقوت بيحضر دس وكل ده حصل في ساعتين. طبعا الكلام ده محتاج ترجمه يعني. انت لو خدت بالك يا خيري في جمله انت فهمتها بالقصه دي. ايه قول لي الدس ان في لعب في المنطقه دي. في لعب كله بيلعب. انا بعت لهم طبعا يعني عشان دخلت لهم دخله هاديه قوي. قلت له بص يعني اعذروا جهلي بس اشرحوا لي ايه القصه ومين دس ده. انا فهمته ان جزء كبير جدا من ممارسه اغاني الراب مع عند الشباب ليه علاقه بالدس او التراب، ان هو بيرد ويرد عليه، بيطلع باغنيه او بتراك بيتكلم فيها بين قوسين. ممكن نشوف عرض المقاطع من الفيديوهين ولا صعب يا شباب؟ يا ريت لو في امكانيه. احنا حاولنا نتواصل معاهم لان برضو في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم على وبامانه ما كانش فيه الفاظ خارجه، يمكن في الفاظ قاسيه، يمكن شويه الفاظ فيها هجوم، فيها استعراض قوه، لكن ما كانش فيه الفاظ خارجه. دي طريقه المنافسه اللي بتحصل بين مغنيين الراب عندنا في مصر، هي ان هم بيدسوا البعض زي ما بتقول، مقطع بيتكلم على التاني والتاني يطلع يرد عليه. وطبعا بيعملوا اثاره وربط زي الرقص برضو والشباب كلهم فاهمين ده، فبالتالي قادرين يتفاعلوا معاهم ووصلوها لليون. انا كنت فاهم صراحه. ودينا للزمالك فاشل بيه بقى. يعني انا زعلت انا ما كنتش فاهم، بس الحمد لله بدات اذاكر. شاطر. بدات اذاكر وبدات انا هجيبكم القبض.